تأسيس المكتب أجا يعني بذرة نقاش بينه وبين صديقي الدكتور سامر صوان، هو مقيم معي وعايشين مع بعض، فكان من ضمن الحاجات اللي بنفكر فيها شو أكتوبر محتاجه، لأنه إحنا كقراء سواء أنا أو هو بنحتاج الكتب، بنضطر ننزل لوسط البلد. انتبهنا إنه مدينة أكتوبر ما فيها مكتبات بتساعد وتوفر الكتب بالشكل المطلوب، فكان عزوف الناس على القراءة كان بسبب أسعار الكتب، وكان كمان بسبب تاني جهل الناس إنه فائدة الكتاب، فائدة العمل الروائي، فائدة الأدب، فائدة الشعر في حياتنا إحنا. بالنسبة لموضوع غلاء الأسعار في الكتب، فإحنا وفرنا نظام الاستعارة للكتب أيا كانت الكتب نوعها وأيا كان من غير استثناءات، حتى الكتب اللي بتوصل جديدة بنورد فيها المكتبة، فصار في نظام استعارة بالنسبة للناس اللي غير اللي ما عندها مقدرة إنها تشتري الكتاب، وللناس اللي ما عندها مقدرة حتى تستعير الكتاب، ونظام الاشتراك وفرنا قراءة مجانية بالكامل لأي شخص حابب يجي يقعد في المكتبة ويختار أي كتاب ويقرأه خلال تواجده في المكتبة. الانطلاقة كانت من مكتبة فيروز، بعد هيك شفنا انه في طلب يعني كبير من رواد المكتبة ومن الناس الزائرين للمكتبة بوجود مكان يسمح لهم في التدخين والأراجيل والمشروبات بشكل عام، وطبعا يعني الفكرة ان الثقافة ابدا لا تتعارض مع موضوع التدخين او موضوع المشروبات. فكانت المرحلة الثانية بافتتاح كافيه فيروز. كافيه فيروز هو بيأمن مكان هادئ للقراءة بالإضافة لوجود خدمة المشروبات والتدخين والأراجيل. والله أنا بجي لهون يعني أنا بشتغل حلا رجال يا شنو، بجي لهون نقعد مع صحابنا هنا في راحة نفسية كتير كبيرة بالمكان، وفكرة بصراحة أنا قلت للشباب يعني يا ريت من زمان فاتحين هاي الفكرة، يعني شلون بصراحة نحن بنطلع الأماكن البعيدة وما بنلاقي هيك مكان. يعني والله أنا يعني طلعت على الكتب هون، أنا صار لي زمان ما قريت يعني، ففي كتب بتساعدني على المطالعة يعني، وأفكار كتير حلوة والله.